شمها ورا وروخها كل شهر عالمين آمين. قامت هلبت بلشانا عطورايا بتهم زمن مقرون قاتوخن اديو بويانا ات بشلة اكتيبة بيد كنوشيا سنادي قايا كنوشيا دعلاني تعيطت مدن خد عطوراي عالعلطت قبايا اتقاتوليقا باطريركا تعيطت مدن خام قي كلهم بنوني وبناتي مخبي هدامت عيطد مدن خضعت وراي وكله أخنواتا مشيخاي وأرختينا عمان اديو باهيوما أخنواتا علاني مطرابوليطة عما بسقوبت كنوشيات عيطد مدن خا سناديقاية عيطد مدن خضعت وراي عمان نيلي كله نائيد كله ضيرنا قداها كنوشيات شقل شوباق وأربل هلبت آها كنوشيا إيوا لعيادايا من سبب أختيطيتون قم قداها شيته وشونيوا لنخنوشا ماردن خرويعايا قاثوليقا باطريركا تعيطد مدنخا وكرسيا بيلسبيقا قادني مدخد إشتايرخي بداها أننقيته وقد كنوشيا جميوا قمليت داها سبيقوتا وقابيتا تخامن علانة عيطد مدنخا او شاقل اها كرسية تشعيطناية تسالق وقتصفن بداها بيومت أرقوشي بيوا اشتاصر باها يرخا وبهديروتت كل علانة هدامت كنوشيا سنادي قايت عيطد مدنخا اقتروالي كنوشيا جو أربل لخا جو داها عمرا اتمريو خنن معمدانا ناطروخن هدخا شاروينا هدامي تكنوشيا طوثانوثي عم خسيوثي وبيت شاباقت ومهديانوتا دروخة تخدشا وبخاروخة تخبا وأخوتا قمرتا شوريلون مهاجوية على متوتا تشتسياتي شرواي قد بيه ماصي هدامي علاني بشطي جو أرخت قابلت شماني من داني مخوبين هدام الكنوشية متي شمي قداها كرسيا وهرب ديدانا قشاريت جو بايا بيوم قامايا دي كنوشيا اوتي واخت مري يوم أرقوشي با اشتاصر بيرخا بهديروت كلن لخا جميوالن وشوريلاً أني مريزيات متوية قد قيوم التري عود إيوة دبيو بتشارخوا بقابلت شماني من اللاني آني بخشاوينا وهمونينا قد محوبينا آها كرسيا آها درغة اللاية قاثوليقة باطريركا شقليلة جوعيتا حتخا بيوم طروطة واطمانصر باها يرخى وقصات خدسر قدمت شوريوالا قبايا بيتشابا قد روخت قدشا وهمانوتا من كلن الداي شليخوتا اواهيتا اتأني شليخوتا من تلميذ دمارا بتايلة قامت خدني تريال بشني قداها عيتا قدشتا ويطي رائيد آعيتا بقرايا وخعيتا بتنهل نيتا أصليتا شوريلا لمحاقوية الداخي وماني جابخ الكرسيا اتهاوى باطريركا بمنيانة أمو إسري خا وبخادوتا بيخ أمرا قد كنشي سنادي قايت عيتا مضوية لقا كلوخون بيد مهديانو تدروخة قدشا بشلم قبيا طوتانوثي مارجي ورقي الصليوة مطرابوليطة عراق اتهاوي باطريركا خاتا قاعيطة مدنخد آتوراي بدواقة شوكا
خشلي هايتون بسيمة هايتون بسيمة كلوخن بشلم جوبيا طوتانوتي مارجي ورجس ليوا مطرابوليطة العراق وروسيا قد آو هاوي قاتوليقا باتريركا ات أمو اسريخا العيتا قدشتا وشليخيتا قاتوليقيت مدن خد مالي الشوبد نخنوشا ماردنخا رويعايا دخران البركتا وحلبت طوتانوتي من برد بسياموخ باتريركا بيومد خوشيبا اسري شوا باها يرخا بشقالنا الجاني الداها شما مار جيور يصلي وتليتايا باتريركا امو اسريخا الكرسي تسالق وقتصبن اطعيثا ادمدن خاد اطوراي جداها يوما قديشا ما سوق وقت جبختا وقبل طيبوتا ربطا من عليها بابا وبرون إخيدا يا مارني شوم شيخا مهديانا وناطور الداها عيتا على داي تدوقل بيدا بكل خبة ومرخمانوتا وبيد مصعيوتا دروخة قدشا تمصيلا كلا بخا شويوتا وبخا خبة أخونايا جميرة قد آها برشتا ودخلا اتماصي طوتانوتي أخ كاثوليقا باطريركا مهادي لسبيتا داها عيتا قدشتا وممطيلة أمينا إيت المينا تشينا ودشلاما جوخا أي كنا يوتا رابع أسقى بواري لجاو عيتا عيتا مدن خدا توراي وهرب ديدانا أمتا توريتا وكلها خنواتا مشيخاي جو مدن خا مصعايا وهلبد إقامتها بيخ مضيخ قد هدامت كنوشيا سناديقايا ادخد رشانوتيت ناطر كرسيا مر أبرم موكن مطرابوليطة آود يدني مطرابوليطة هندود آود يدني يرخ الدعور مصيلة قد آود وعلم حبي ومهديانا وريشة كنوشيا سناديقايا تعيطة مدنخا تمهديل لداها عيطة بخكيموتا وبسيموتا وخبع وهايا عم كل أخنواتي خاقوب الطيبوتا ربطا إتلا من طوتانوتا مرابرن على الخبع المغزين أبزي مقروة وكنوشيا سنادي قايا قوب الطيبوتا ربطا على الخبع وصلاواتي مقرويلهم بنوني وبنات عيطة مدن خد عطوراي وآخنواتا حدامت عيطاتا خطواتا مهمني وكل آني دوينا قرب عمينا إيد بصلوتا وصوما تمصيلا بصلاوات كلوخن ومطلاب وباعوتا مقروالوخن قالها يدني مدخد يرخد ورن قد ما صخوا آها جابيتا حدخا بسمتا وخبنتا وبجميتا اتأخوتا دويلات جابخوا قيانا وريشا وبابا قاعيتا مدنخا أبزي بشقالي واخبرسات مقروة قبل طيبوتا ربطا من شلطانة إقليمة كردستان وعراق الكل عدراني وهي رياطي مقرويل ويتي رائيد بأرخة وزارة الأوقاف قا لابلتا وحيرتا كل من دي مريزيات شابيرة هالهدية بيشة نبيدة لخة مقروة قا هدامت كنوشيا خا قبل طيبوتا ربطا إتلن مني قا خبه أميناية مقرونة قا عيطة أبهاتا وبداها نسبة بداها نسبة روخانيتا بورختا ما رومة وخصلاواتا قمارا وباروقا إيشوم شيخا عود منو بشقالي وخ كل خيلة وعود منو بشقالي وخ كل شقلت لبا بوياء ومقروة وخقات وصلاواتا تأسقي أخ عطرة تنة قم كرسية عليها أخ ديو مزمورة أمو أربيخا مقروة لملك داود اتعاود لآها يوما قاتن خا يوما قديشة اتبيو اتبيو هاوي شورايا قشريت تشينا وشلاما يو أطروات مدنخا يو عراق وسوريا وكل أطروات مدنخا مصعايا
عانيت أمينائيد قدني قاخامت خرابة زونا الريخة بوارنا بنونة وبنات الدني أطرواتي وخكمة عسقوياتي اتخيوتا وهرب ديدانا لا شينا وصالوية وقمارا إيشوم شيخة الداوق بيدت كلها عانيت إينا دويق شلطان الدني أطرواتي تمهيرون وعضرانا يولقاتي ادماصي خميل أني أطرواتي اتهاوي ايدر قشتت شينا وشلاما وشوشاطا دختينا امينا ايت بيه شرايط مردوطا قا كلا جنسنا شايا ابزي لا ليوخ منشوية وصليلا من جيبت اطرت لونا ات اباني ماصي دقابي قا جاني خام دبرانا ات ماصي امحادي الطايبها وبث عم وعمة ات لونا ات حاوي مصيانة تلونا هما شخيه بشينا وبشلامة ورابا أن انقيته وأبزيت مدخي رخوة قد لبا وصلاواتا ورعيانا وعينا عم أخنواتا آني بيشينا اخطيبه أني كمادانا جو سوريا وأتروات خينة بطلابه وغ بكل خبة وبطلابه وغ بكل أخوتا وبطلابه وغ بشمت كل خاتوديتا اتكي همنا بشينا وشلامة وخبة ومرخمانوتا ويصورة بيل طيوبة كل برناشة قد شاري لدني أخنواتا وخطواتا دني يال وبناتي الضيري الباتي بخادوتا وبصاخة وطلبخ أمينائيت تهاويتن أخنواتا كله خنصالوية قداني تأختمرا من متوات تخابر بيشين قنيوة خطيبة وقا كل بنونا أني تشويقين المتواتي انهاوي يموصل وانهاوي جخابر يندو كان خينه تعالها داوق بيده ويولن كل عدرانا اطماصي وباني ماطي الدوشينا وشلامة وراها طوتات كل خبر ناشا طوية لبارو امجيبي انا اخا هداما الداو طلع اللاني مطرابوليطيتي وامدابور العيطة ومجيب الدنيا خنواتي اللاني لخا أن انقيت إلى تلامن شيخ قبل طيبوتا ربطة إتلن من أخونا خسيوته مار إسحاق يوسف أبسقوبة أدنو هدرة وروسيا قمدري هيرياتي وعدرانة مقرويلي قطرت إداها كنشية سنادي قايا ين كنشية علاني قداها هو بركية برختة قداها مديتا أرشخيتا أربل مجيبة دني كل أخونواتا مجيبت كل بنونة وبنات عيطة مدنخط عطوراي مقروة وخ تهنياتا خبانة طوتانوتة اتأخن مطرابوليطة مارجي ورجي صليوة علداها جوبايا دروخة قدشة امبرخة اتقمياولي اتقاو شاقل بيد داها عيطة ولا بلا بداها أرخة شينة وشلامة وشوشاطة وآزي وآزل على دم ساعات متهوى نخنا وشباطرير كامار دنخا تأمينا ايد مخوبة وتخزيوة عيطد مدنخا برشخا من شوشاطة لشوشاطة وامينا ايد ابتاخا ترعانة شقلياوة عم كل عيطاتي خطوات مشيخاي بدخاترد شمة مشيخا وبدخاترد شينا وبسيموتا ديرتي بالأخنوات مشيخاي قبل طيبوتا وبطلابة وخ من مريا لها تبارخ لهم كلهم بشمد تليت هايوتا قدشتا بشمد بابا وبرونا أو الروخة قدشا آمين. آمين. سأقرأ عليكم نص بيان الصحفي من المجمع المقدس لأساقفة كنيسة المشرق الآشورية طبعا باللغة العربية. بسم الآب والابن والروح القدس آمين. أحبتنا الحضور والمشاهدين الكرام، لقد عقد المجلس المقدس لأحبار كنيسة المشرق الآشورية اجتماعا رسميا استثنائيا في كنيسة مار يوحنا المعمدان في أربيل العراق برئاسة غبطة المطران مار أفرام موكن مطران الهند والقائم بأعمال الباطريرك في يوم الأربعاء المصادف 16 من شهر أيلول سبتمبر من عام 2015 بحضور جميع المطارنة وأساقفة الكنيسة الأجلاء من أجل اختيار باطريرك جديد للكنيسة.
حيث بدأ أصحاب الغبطة والنيافة أعضاء المجمع المقدس لكنيسة المشرق الآشورية وبنعمة وهداية من الروح القدس وبروح المحبة والأخاء الإجراءات الخاصة لانتخاب باطريركا جديد بعد شغور الكرسي الباطريركي بانتقال مثلث الرحمات الباطريرك ماردنخ الرابع الطيب الذكر، والذي انتقل إلى الأخدار السماوية يوم الخميس المصادف 26 من شهر آذار مارس عام 2015، والذي كان قد أرسى تنظيم انعقاد المجامع السناديسية للكنيسة بروح الشراكة والمحبة بين أعضائه، والتي أثمرت هذا اليوم ثماراً صالحة في كرم الرب المقدس. في اليوم الأول من الاجتماع الاستثنائي الذي صادف يوم الأربعاء المصادف 16 من شهر أيلول سبتمبر من عام 2015، وبحضور جميع آباء الكنيسة الأجلاء، بدأت الإجراءات الخاصة للتحضير لاختيار الباطريرك الجديد. وابتدأ اليوم الثاني من الاجتماعات بقداس خاص أقامه نيافة الأسقف مارنر ساي بنيامين مطران أبرشية إيران في كنيسة مار يوحنا المعدان في أربيل، ومن ثم بدأت الإجراءات الخاصة لاستلام الترشيحات لمنصب الباطريرك. أما في هذا اليوم الجمعة المصادف 18 من شهر أيلول سبتمبر، فقد بدأت وعند الساعة 11 صباحاً عملية التصويت الخاصة. وبوحي من الروح القدس وإيماناً منا لما تمنى عليه من رسالة سماوية امتدت 2000 عام في بلاد ما بين النهرين والعالم أجمع، فقد تم اختيار الباطريرك 121 لكنيسة المشرق الآشورية، والذي حصل على غالبية الأصوات من المجمع الانتخابي. يسرنا كمجمع مقدس لكنيسة المشرق الآشورية أن نعلن للجميع أن الروح القدس قد اختار غبطة المطران مار جورجيس صليوة كباطريرك جديد لكنيسة المشرق الآشورية في العالم، خلفاً لمثلث الرحمات الباطريرك ماردنخ الرابع الطيب الذكر. وسيحمل الباطريرك الجديد اسم مار جورجيس صليوة الثالث، لقب الباطريرك 121 لكرسي سالق طيسفون. وستتم رسامته يوم الأحد المصادف 27 من هذا الشهر في كنيسة مار يوحنا المعمدان في أربيل. في هذا اليوم المقدس نقدم المجد والإكرام إلى الإله الأب ضابط الكل، والابن الذي أعاننا في اجتماعاتنا، والروح القدس الذي أهدانا في اختيارنا لمن يقود دفة كنيستنا المباركة في بحر هذا العالم صوب ميناء الأبدية المبارك. إن المجمع المقدس لأحبار كنيسة المشرق الآشورية يعبر عن امتنانه الرعوي لكافة مؤمني الكنيسة والكنائس الشقيقة الأخرى لدعمهم في صلواتهم وصيامهم، ونحن نجتمع لاختيار رئيسا للرعاة وأب الآباء لكنيستنا المقدسة. نتقدم بوافر شكرنا وتقديرنا لحكومتي إقليم كردستان والعراق لكل الإجراءات والتسهيلات التي قدمت لأعضاء المجلس المقدس. وبهذه المناسبة الروحية المباركة نرفع صلواتنا إلى فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، لنستقم الصلاة كالبخور أمام الله، ليجعل من هذا اليوم المقدس مناسبة لإحلال السلام في العراق وسوريا وسائر بلاد الشرق الأوسط، والتي تعاني من تزحزح في أمنها، فيحمي الله بحمايته الجميع ويحرسهم من إراقة الدماء، وتتبع المحبة والرحمة أبناؤه جميعاً، فتنتهي المعاناة ويعيش شعبنا في حياة تليق بكونه صاحب أقدم حضارة عرفتها البشرية. نصلي من أجل لبنان، من أجل اختيار رئيساً لها، ومن أجل وحدة شعبنا، ومن أجل المخطوفين من قرى خابور وجميع أبناء شعبنا المهجرين
في بلاد الشتات من أجل حياة كريمة تليق بهم. أصالة عن نفسي وباسمي جميع أصحاب الغبطة والنيافة أعضاء المجمع المقدس، وباسم جميع أبناء وبنات كنيستنا المقدسة في العالم، نتقدم بخالص التهاني القلبية إلى غبطة المطران مار جورجيس صليوة مطران العراق وروسيا على اختيار الروح القدس المبارك، ونطلع معاً إلى المضي في الطريق الذي أرساه قداسته الباتريرك الراحل ماردنخ الرابع في الحوار والازدهار الروحي لهذه الكنيسة. ندعو الرب أن يبارككم جميعاً. وقبل الختام نود أن نشكر أخينا صاحب النيافة الأسقف مار إسحاق على كل المساعدات وطيب الإقامة التي قدمها لنا هنا في أبرشيته المباركة. نيابة عني وعن إخوتنا المطارنة نقدم لكم الشكر الجزيل على اهتمامكم بإخوتكم من أصحاب النيافة. ندعو الرب أن يبارككم جميعاً باسم الثالوث المقدس الابن الأب والابن والروح المقدس الإله الحي، آمين. طبعاً يطن اتلوهم بقاري، هناك أسئلة من اتلوهم بقدم هاي بريخة باطريركا خاتا ريشت آوهاتا بطلاب وخ منتيتا وصوصاتا جو عيتا وجو خيوتا ما صدابر العيتا بخيكيموتا وبهديانوتا طرخت قدسا بقرقما إلى نيشا من دارت كرسي باطريركا الأطرة عراق وبريشا جداها إيكنوتا عصقت بخاي وغيا وإديوم هر هذا مودينا اني مخشخياتي يعني اني قطياتي شغلال وعيت مدن خين هدامه اتكنوشيا علانه التكبرتا ينهيرتا ات باتريرك خاتا والكرسيا تعيت مدن خاليلا جاه قامتا تيل شو تسالخا سبقي لخا كرسيا تشعيتنايا اخد بقرايت من شمي كرسيا تسالق وقت تصبن اديو يطيتنا نيك ماشني زودا من شيت الالبو تشموت لا يطلع اها كرسي بليطه من عراق وبدانت نخنوشا ماردن خرويعايا الجربه لرابا ياهد كرسي مضر الاطره ان عسقيات بوليطيقاي وينات لنا مصيه بداها كنوشيا قطيوه لي قد داير وكرسي الاربل سبعها ايوا مطلابت لا أخشي مطلبت هدامت كنوشيا إن أبزي إيوة مطلبت نخنوشا ماردن خروي عايا قد كرسيا داير الأربل إن نيشا موديلة نيشا إلي قد رابا نيشا إدقاو خائلة يوخ شليخوتا قبنونة وبنات ضعيطا إتآها إلي أطرا شرشايا آها إلي بث معمرد آوهاتا آها إلي أوبيتا جربسلن جاوي واها إلى إدر جشتا إت أواهن خيلون جاو شتيلون من ميو جبجلون العرعو وبشلون طمر لخا وياوي وخ آها يولت تلبا قبنون وبناتي اطعيتا ليلة رخقة مني إلا عيتا قربيلة مني هادية وبجبت قربنا مني سبب أيضا تتبابا بخايل بين بنون وبناتو أيضا تبنون وبناتي بجبت هاويلون جرأة قد بلخي وجرأة قد بيشي وجرأة قد الصورة أخنوتا هاو عمي إنا مودي لا قد اللاني ماصيد أودي قا باطريركا خاتا جو أطرت عراق ويرتي رائيد جو مديتة أربل أخنا إديو منبر جو بايا كلا بخاقالا كلا مقرولا قامتا قبل طيبوتا من علىها ودتري قبل طيبوتها من طوتانو تيب اني تقبلن الداها درغة شقليلة الداها مشتعلانوتا وكلن اخت مير اخوة قا باطريركا نخنوشا ماردنخا كل اخوة برخاصي مقرو اخوة قاتي كل عدرانا وكل سنتا هر اي اديو بتايلا وشرشايد بجواجيلا وبرشخيلا هل داها باطريركا خاتا كل من ديت ماصي هدامت كنوشيا سناديقاية مقرويلة
قامتا خبة ومجتمعانوتا آني دينا شتسيات أصلاي كلن آها يصورة خبة تتبغزايا بيان اديو بياشي للصيرة وبتباي الصيرة جو برسوبت قاثوليقة باطريركا دعطت بخيل تعالها إن كل عدرانة اللي ممكن بتمقر وخلي قد مصيا عيطة لخا جروسة مصيا لخا عيطة تخاقي خيطة يوط عنياتي وبير طاوي قبنونا وبناتو دينا جو أتروات مدنخا. أهلا وسهلا، أهلا ومرحبا. ما نتقن العربية. ونعم نحن لا نتحدث اليوم في السياسة، ولكن الظروف في الشرق الأوسط بشكل عام هي متغيرة في أي لحظة. أي تغيير سياسي إن حصل في العراق، ماذا سيكون مصير الكرسي الذي هو موجود في أربيل؟ شكرا سيدي. أهلا وسهلا، أشكرك على السؤال. فكرة انتقال الكرسي الباطريركي إلى أربيل ليست جديدة وليست مسألة سنة أو سنتين. نحن نتكلم عن انتقال الكرسي من سنة 1933 خارج العراق للأسباب السياسية التي يعني اليوم نحن في غنى عنها أن نذكرها لأنها طويلة، ولكن دائما ومن بعد أن رسم مثلث الرحمات ماردنخ الرابع حاول في 1976 وبعد ذلك عدة مرات أن يرجع الكرسي الباطريركي إلى بغداد، وفي تلك الفترة طبعا كانوا أبناء كنيسة المشرق بالآلاف في بغداد العراق في تلك الفترة، ولكن مع الأسف لأسباب سياسية أيضا لم نستطع أن نرجع الكرسي. ولكن بعد قدوم مثلث الرحمات ماردنخا إلى أقليم كردستان وإلى بغداد، فدائما قدم الفكرة بأنه الكرسي الباطريركي سيرجع إلى هذه المدينة التاريخية العريقة التي كانت ولا تزال مهدا لهذه الحضارة الآشورية ووجود الآشوريين، وبخاصة وجود كنيسة المشرق في هذه المدينة التاريخية العريقة. فلذلك بدأنا بمشروع بناء الباطريركية، وأخذ القرار في يعني خلال باطريركية ماردنخ الرابع بأن يرجع الكرسي الباطريركي إلى أربيل، وطبعا تعرفون البناء موجود وإن شاء الله سيكمل قريبا. فلذلك تكملة لما بدأوه يعود الكرسي ثانيا إلى أربيل. أما من الشق الثاني من سؤال عن الأوضاع السياسية، الباطريرك هو قبطان هذه السفينة وهو الأخير من يترك السفينة، وإن شاء الله لم يتركها أبدا، وسيكون مع أبنائها وبناتها إلى أن يحل السلام الدائم ويعيش الإنسان بكرامة ومحبة وأمان واستقرار، لا فقط في العراق وإنما في كل الدول الشرق الأوسط. فلذلك أملنا الكبير وصلاتنا أن يعود السلام إلى هذه الأراضي، وبخاصة للعراق ولبنان وسوريا وكل الوطن العربي. إذا هناك أكو صعوبات حرب، إذا صعوبات اقتصادية، إذا صعوبات اجتماعية، إن شاء الله بصلوات الجميع تمر هذه الأزمة وتعود هذه الأوطان مرة ثانية على ما كانت عليه، موطن محبة وسلام وأخوة بين كل الطوائف من الإسلام والمسيحيين والإزيديين، لا فرق بيننا لأننا كلنا أبناء الله. هذه أبر من نخ أهم يقرط هس. نعم، العراقيل اللي طبعا
تتذكرون بالمؤتمر الصحفي اللي عقدناه في دهوك قبل شهرين، قلنا انه اخرنا الانتخاب بسبب محاولة كنيسة المشرق الآشورية لفتح أبواب الحوار والوحدة مع أخوتنا من الكنيسة الشرقية القديمة. طبعا كانت هناك يعني الحوار بدأ في شيكاغو وفي أريزونا واستمر لمدة عدة أسابيع، شروط كانت موجودة بين كلا الطرفين، ولكن مع الأسف طبعا حاولنا نحن يعني طبعا إذا صار مؤتمر صحفي لإخواننا في كنيسة المشرق القديمة هم يجيبوا على أسئلتك كما هم يرون يعني وجهة نظرهم، وإنما من وجهة نظرنا نحن مع الأسف الشديد لم نصل إلى الأمور التي كنا نبغيها. طبعا ولا شيء جديد، كان إنه طلبنا ب إنه كنيسة المشرق القديمة يستقيل بطريركها ويلتئم المجمع بكل الطرفين من كل يعني أعضاء المجمع المقدس من كلا الكنيستين بوحدة كاملة، ويتم انتخاب بطريرك جديد من بين أعضاء كلا المجمعين، ولكن مع الأسف طبعا هذا كان شرط من عدة شروط، فجاءنا الرد بالعكس السلبي انه لم يقبلوا بهذا الشرط وطلبوا ان يبقى قداسة الباطريرك مار ادي باطريركا على الكنيسة الموحدة، وايضا شروط اخرى منها تغيير اسم كنيسة المشرق الآشورية وامور اخرى طبعا رفضناها جملة وتفصيلا، فلذلك مع الاسف الشديد لم يكن هناك وحدة. تفضل الاخ الكريم. شينا رابع شينا. أخني أمينائيد كلها دامت كنشو سنادي قاية ميري قويامة ومنتيتا قاتن مشيخاي يمدن خليها وإن لا خيدخ بخا مملة بخا كليتا بخا خويادة خبة. أخنا ليوة خمزومة خويادة تيولوغيايا خويادة على المسيحانيات خويادة عيطاتي كلها خيدي وهاويلون خام دبرانوتا سبعها ليلخا خامندي ماسخ ما يخلي جو انترنت ين يعني ما يخلي بخات يوتا ينتري اني بلقت قرن يعني خمش ما شن اتن بولاغ وينا جو داها عيطا وبولاغ خين قوة منا بداها ليلة خامندي هسناي قد همزم اخوة الخويادة جميرة اتهاوي انا اخنا قشقتن الخويادة عم اخنواتن كلداي عم اخنواتن سورياي عم اخنواتن سرياد عتيقة وعم كل أخنوات مشيخاي إلي قد هاويلا خكليتا مشيخيتا مخيتا يعني بيان موحد يعني قارك تخرخ أمينائيت يطخ قد أيضا تتخكل دايا قابولي لظلميا أبقى ترايا قابولي لظلميا سب أخونو لي سبب خدمنا يخاي الصورة تخبة إتلن إتيلي بقراشة بألبة شني إن خخينا خمشيخايا من خا توديتا من خا إيتخيتا قابولة للظلم يار هذا خخنا بخشاوخ الجانن إينا قد ما يخلقها خويا ذا الإيتوتا جارك رشانة عيطة بتأتوي بتهمزمي سبرابع سخوياتا إتن أخت بقدلوخن أخونا مروخن إديو أخني مطايخ البرش أرخاثا يعني عمن مطي البرش أرخاثا لا أختي عسخوياتا إتبرشونية عيطاتا إلا عسخويات البرشونية شماهي عسخويات الهجرة تالقت للشانا تالقت مردوطا تالقت يرطوطا مدن خيتا يعني علا ترابينا وبتقرشي شن قد أخنا ماصخ أخا خنواتي إن إتن رزايا طاوة صويانا طاوة وهمانوتا شاررتا أخويادا بتآتي إنا أيضا تلتن
أو صويانا رابع عسق بغزايوة إينا طوطانو تايد يوجو مسج ديوالي شليخوتا ديوالي بأخنواتو علاني جو خامن من ديانة مرة أنا بتبلخن البربنتت عيطاتا أم أغدادي لا أخجي قربنتت عيطاتي مرة أب قربنتت شد آسي أمتناي بولطيقاي من كل طيوبه الضيري وبلخي أم أغدادي بخا خبة وبخا أخوتا بقارخينة نعم هربر بغزاي وخ اديوم اطروات مع رواي كل تراني بتيخينا قبني بني عمان دي لنا ايتو كل آن براقي انا دينا جو داها اي كنو تعسقتا مو دينا آن بصياتي تشاقل من باطل الكخاتا عم كنوشيا اطعلاني لداها داها من دي هم من اها ايلي خاشوال رابرة باسقا قد تقلل ايلي من مصياتا اخنا نخائيتا قد ماصر مجخخ قاتو خابونايا شقمنت أمرخ قد كالي آها بلطة جارك بيشم چختا فرص العمل شينا شلاما بريوتا راهطوتا يلبانا هسبيطالي جو كل أني بنياتي تدينا بخايا جاوي مشيخاي جو أتروات مدنخا أنا بخشوتا إيلا قد آها خدشة بديوا برست قبنونا بناتا من داها بربسته ومن داها رقلته اينا ايضا تتبغزاي وخ أستراليا قابولة لك ما ألبي جرمان قابولة لك 5 مليون سوري وهر هذا بغزايخ أتروات يوروب أخنا بكلاي وخ خينا لغ بالضايا مو أمرخ شق من طلبخ من بنونا بناتا قد تخمني وخزي وصالخ أمغدادي قد خزخ أهول كلانيتا دغبت هويا إن بدزوت أبو قارق شماش عسقيلي يعني الأولول إلى من صياتا سبب آها إلى خبالطيقي رابا جرتا اتأخنا اللخم صايا يطخ ميل إقرو وميل شرشو إيتن بلان يعني شقل انت ربو قارخين صياتي خاتي جو دبرانو تطعيتها إيتن تخمنيات إيتن خطط ين بلان خاتي جو دبرانو تخطى إديو جو مملت هلبت من برد أنا برقن طوطانوته بت همزم خاقوب الطيبوتا بت مقرو إنا إديو جو مملي يولي خكما مخشخياتي قد بيه أخنوات اللاني هدامت كنوشيا بلخي عم إغدادي عم ما بلخي قد ما يخلو الإيتوتا سبب أسقيات رابنا شماشا وتحديات الدين كوتاشت إتلان زرابنا كوتاشت بيشتا أخا أمتا خيتا كتاشت خميت الداها يرطوطة مدنخيتا أها لشانا أها صبرايوتا أها عيطا أها مشيخايوتا أها تريل بشني اتويتا يدنيا ترواطي دخ ماسخ ما بشخلا ولا أخشي آي خرطخا عسقوطا بشقرطا بيتايلا آني دينا بليطة مخا دخ ماسخ خامخلون يداها يرطوطة مدنخيتا يداها بيشتا مدنخيتا كالطامة بغزاية وقت لقتن وبشرتن بش قورق بش جلد بوايلة سبب ايضا دكتا اتن اتبخاينا ناشن جاوه واتن الله ضغط يعني بريشر من الودر انت جاوه بش اجربي نطريلة يعني من تلقتا اينا ايضا من الودر لتن بريشر واتن خيروتا واتن ربيوتا بغزاية بنونا تالوقينا للشانه بجوارينا من نخراي من الإيطة لنا بيتايا لنا بخواطة جخلولانا جمشتوياتا جعاودوياتا نيخا نيخا مطايا وخ قد جنريشن تولداتا التينتية من دنيا ترواتي بنوني وناوي جيب تلاقينا وبين أمر قاتوخن قد إيلا خا عسقوتا رابا جورتا ورابا مصدينتا قدعت أمتا توريتا جمعروا رابا مصدينتا بقار خارايا final question و براقبن يس برونا شين الله بشين من عشوراي خاضر بقالي إيلي أخي إتلان زوجة من كرمال أركي من ناشا من اللي عمل عشوراي بيش دويقي أخي خسيري من يالي سوري من قوري من بحتاتي إتن خامنتي خاتا وايلي بتمربيت الدني ناشي بتخررتيه
يتنخى من دي خاتا وبقاري تريه إلي قد متخرخ آتن يتنخى سياميتا خدتا بياشي لاغ وأطرت لونان خم هديانا هاوي قاعت ديان قلونان يتنخى من دي خاتا يتنخى سياميتا خدتا بياشي لاغ سيما هذا سيما رابا بوت اديو عماني لخسيوته مار أبرم أتنيل إلى أبسخوبة سوريا هل بتخامن بقارد بقرن من نائي وبت علطت أخنواتا خطيبة يطط إيوة ترموار بينادي بصيرة أنا إينا خا أمو ثمانية باصورة ممكن أمو شوي خدشة بياشينا بين خامن دي أمرن سبب أيضا تدان بواري لو شليوتا بوايلة ناشي بخشاوينا قطعيتا منشيتا لباس الدني بنونه وبناته إينا بين أمر هجلخ منشية من يوم قام يلخ منشية وخسيوته يعني أيضاً برسد هويا ولخ مصايا كل من ديو دخل أشكارا بتصدوتهم بتخكم قصته إنا بين إديو صباي برسدي لقد بدوزوتها مقرون أنا برصوفايت همون كلها هدامة خنواتي سزجري قدي خلطة خم تيلا مقروة خسيوته قدني أخنواتا نخطيف الطامة لتخايومة آور تخسيوته لتلشقلته ويولته وباقرته وصخصيته وليش شالخ آها قارك يطيتنا عيطة مدن خذ عطوراي هج ليش شليا بكل أرختي لا ممكن قد أني أعلم بناتا مدرخلن الباتي بس يموت بايخ لي بايخ ببلاشة بشرشرياتي سب أختم بضايتهم قد أهول داخيلا يعني ليلة خشولة هالسناي إنا بيخ بدي بس يموتا أني ناشئ إنا خكما ناشئ أكاري لينا بوليطيقاي لينا دبلومات لينا دبلوماسيين ناشئ أكاري مسكينة بشيطة لتلن داولتا لتلن ملكانة بمليون الدولار خسيوتا يط قد ناشئ انطاما خكما ناشئ مسكينة نبيه بخايا وقنا نك ما يوتت زوزت إنا بطلابو أصلاً أولو الإيلة من مصياطاً قد أدخله إنا جاروبة وقت بكل أرختي لممكن قد ماصخ مدرخلن حاويتون خاتر جم قد أشو لوادوخ أبن لخ رابا هم زومة لخ بلاط التي في خسيوتي ليلة رابا من سي أن أن تيتي لفوكس نوز تيتي لا كل ميديا تيتي لقد أود انترفيو منه ليلة قبلة قامو صب الضاية لخا خبرة تاني لي ما صبايش بشقة قائم ما بوشاقي وخرطة بلاطو بتهاوي لصباي قبنوني قادة بطلابغ يو انترنت الفيسبوك الديا سوشيال ميديا لكت ورابة لا صار يرابة البتة أطوراي ريقة من سوريا بخايا طام قمت آتيوا قلبنا اتوالا خامنيانا رابة سؤورة أطوراي كل بتة بياشا ات بياشا ومضبر بطوتانوته نخنا وشا مرنا لسي خال دريا من دني ناشي بلطلن إنا من ناقص تنويلة آها جميروتا كاملوتا دمنيانا ات ألفا وتمنيا ماكو البتة بخواشة أطورايتي نتية من عراقة هدية بخاينة أبجو بيروت قادة أنا من دبرانوتا واد البيروت مليستن قمتيت خا أبسخوبة طاما هدية إن متخ بتمبينا خا أبسخوبة وادي لأبسخوبة أبسخوبوتا قخا طلع أربع ألف كل بتة إنا خا ترجمو دنوخ قد بر خكمة دانا بتخزت مدرب الضاير من ياند كل بتة جو بيروت رابا رابا باصورة إنا إيه أنا قايتها بش قرطة هدية لأن ليلة بيروت إيتا إتلا سبيقوتا كرسية بغداد هدية مبارطو تانوتا بتايلة كرسية بغداد بتاوي سبيقة أبسخوبة جو أربل أبسخوبة جو نوزيلن أبسخوبة جو روسيا أبسخوبة جو ملبن أبسخوبة رابا دوكانة إتلا بغزايخ إيكا إتلا بش سنيقوتا أنا قيتا قادة طامة ويطد أسكولاي بيالون يلبانا بيالون قريتا بيالون بطلابخ من جوانقين كلت آتي آني بخشاوينا اتلون اهديروتا قد آتي ومقروي جاني قائيتا مقري اخلون تكبر اخلون اتخيلت على ها آتي وشقلي وبيشي اودي كانوتا لخا كهنا جو عراق بطلابخ مني اتبيشي وبلخي وهاوي انخاراي قد بلطي اودي عدرانا قبنونه وبناتي لخا وهيريلون سبسنيقوتا اتلن بزايتون بغزايخ اديو جو بغدا طوطانوت بماري ولتلن كان بياشا قد اودي خلمت قناشا سو بخيلت عليها ضيرة خايخي تعيط لخا
وخيا هاو طرابة بسيمة هاو يتون كلوخن بسيمة مع الشكر والامتنان للجميع مريا بارخلوخن طلبا من طوتانوتي خا هي مزمن كريتا امرا والآن نقدم إليكم سيادة غبطة المطران ماريو أورغيس صليوة المنتخب ليقدم كلمته مع الشكر. شن بابا برونا روح القدس الأمين راشن من دا قدمتا بشل سوبيتا بمخلوتي أهم اشتألنوتا رابا يقورتا قد شو كلايت ليون راحت رابا إينا بطعاني ونمنتا من أخنواتي اللاني الدا خبة وإقارة روح خنايا عيتنايا مغزيل قدي يا بيتي قشقلت الدها مشتألانوتا يا قرتا تأيت مدن خط أطوراي بدا برعاشيون وأنا برقادة قمترون استمريا بمخيلوتي وبريكا قم خبو على هايا يولي خيلة ومصيتا مهديانوتا روخانيتا قدم جيش مننا ايهي بيتمتالو اللي بيتبول خانا وتمم من بعوتوه بنعيتا أختي يمرنا وبد أمرنا وهدي يبوش يا قرتويلة يمرن يا مريا هلي خيل ومصيتا قد آدينت هيمانوتة برونت عيتا بيين برخل قديه مجيش من نخلة هيمانوتين من دي بسبارنا من الروخنا قويا روخة قدشة جاوي أخنواتي الله مدرب أمرنا هاي تراب باسيمي قداء إقارة أيتنايد متولخ قديه إن مدرب طلابيون قد هاون من تيانا المندد بسبارنا بن عيتو بسبارة مني اتهويت سندان قدي روخنا ايد وببلخانا الماطخ مقويخ الهوني شطاوة وتممخ هو بلخانا تشعي تنايا داني قديشة تيلم شو تسارن واعيت مدن خا تشعي تنيتا وهم منهم بمشيخ وآني لا خزيو وبنون الداء أمتت هم منهم بألا وآني لا خزيو ولا بخلا لننوي من مندد سباري وزدي قد أود ولا الله صليت أخوني طلاني وكلهم قد لا أخشي بهم مزن أمر أدخى مديانة بتأودخ أدخى إينا قد قخب دمشيخة ويقارت أيتا كل من دي أمرخ لي بالسبريتون قد ببلخانة بأشويدة لابن مريخنا أخشي أهل أمرنا طيانتد منتا وأنا برجادة قماري يولي خالد ما سنتم منا باوتي الأب والابن والروح القدس أشكر أخواني بالروح أصحاب الغبطة والنيافة أعضاء المجلس الهادوسي لكنيسة المشرق الآشورية على اختياري لاستلام هذا المنصب الكنسي الرفيع ذات مسؤولية كنسية كبيرة أكرر شكري وتقديري لإخواني الأعزاء لهذا التقدير لي وأنا الإنسان الضعيف أمام الله
وأمام هذه المسؤولية الكبيرة التي تجعلني أن أنحني أمام بركاته مرتجفاً وراجياً من قدرته السماوية أن يمنحني القوة والقدرة مقدرة وبقوة روح القدس لكي أجسد ما تتوقعه مني الكنيسة وأبنائها ولكي أحقق إيمانهم بي بالأعمال. رسيم رابع. شكراً. شكراً. هذه أخي نشوفها.